أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لعن قتلة الحسين عليه السلام، اللهم لعن قتلة شهدائنا الأبرار. هذه المسيرة التي نحن فيها هي مسيرة قواسم البحرين من أرض كربلاء، الأرض المقدسة. نشكر القائمين على هذه المسيرة، حيث إن ابني من هؤلاء القواسم، وهو الذي استشهد في يوم 14 فبراير على يد قوات الأمن المرتزقة في البحرين. لذا فإني أطالب بالقصاص العادل من هؤلاء القتلة المجرمين وممن أمر بقتلهم، وشهدائنا الأبرار جميعهم سائرون على درب الإمام الحسين عليه السلام. لذلك فإننا نلبي ونكرر ما قاله الإمام الحسين عليه السلام: هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة.